قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان وقفة حق وسلام. استضاف البرنامج خلالها الأب حنة كلداني، حيث ناقشت الحلقة الوضع الإنساني في قطاع غزة والتحدي الذي يخلق الصمود في مواجهة الاحتلال، مع التعريج كذلك على المؤسسات المسيحية العاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع السيدة ميري حتر حول أركان السلام والوضع الراهني في الأرض المقدسة. فإلى هنا أبونا، وإحنا عم نحضر لهذه الحلقة ارتأينا أن نسألك، وأنت ضليع في التاريخ المسيحي وخاصة وأنت أطلقت كتاب الحياة المسيحية المعاصرة في الأرض المقدسة في الأردن وفلسطين، فلذا رح أطرح عليك هذا السؤال، إنه ما هو البعد اللاهوتي والتاريخي في الصراع القائم في الآن في الأراضي المقدسة في غزة وخاصة في غزة؟ فإذا أنت هيك بتلخص لنا، ما هو البعد أولا اللاهوتي ومن ثم التاريخي؟ أولا قبل الترخيص نتكلم عن البعد اللاهوتي والتاريخي. نعم. حسب التصنيف الدولي في معاهدة لاهاي 1907، نعم، معاهدة لاهاي تعدد المناطق اللي فيها احتلال في العالم. في حوالي تقريبا 150 منطقة احتلال في العالم تمت في القرن العشرين. نعم. تقريبا كلها انتهت. اليوم فقط في العالم توجد 9 مناطق فيها احتلال محتل. أقدمها، نعم، الاحتلال، احتلال فلسطين وهضبة الجولان. نعم. وهذه المناطق فلسطين وبسوريا بقبرص، في مناطق في أرمينيا وأذربيجان، أبخازيا، أوستيا الجنوبية، القرم، حلب في احتلال. نعم. ولكن فلسطين هي الأقدم منذ سنة 1967. نعم. ورغم كل المعاهدات اللي صارت، محادثات مدريد، محادثات أوسلو، لا تزال القضية عالقة. نعم. ويبدو أن الإسرائيليين لم يدخلوا في المفاوضات على مبدأ رابح رابح. نعم. أرادوا دوما مبدأ رابح خاسر. نعم. إنه يجب أن يكون الفلسطيني خاسر. ولا يزال الفلسطيني يعاني. أرض فلسطين هي في القانون الدولي أرض محتلة. نعم. في القانون الدولي هي أرض محتلة، وهذا الاحتلال أشبه بطنجرة الضغط البريستو. نعم. على نار، وكل فترة يتم تنفيذ هذا الضغط من سبب الاحتلال، وأدى هذا إلى حروب بفلسطين وخارج فلسطين، في لبنان مجزرة قانا سنة 82 اجتياح لبنان، 2006 في لبنان، 2014 في غزة، والآن من جديد في غزة، ناهيك عن الاشتباكات الأسبوعية واليومية والقتل والمجازر. نعم. وخلاصة الورقة اللي هي وقفة حق، خلاصة الورقة تقول هذه، والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني أي الاحتلال الإسرائيلي هو شر يجب مقاومته. هذا هو التعريف المسيحي للاحتلال. نعم. شر يجب مقاومته. نعم. وهو شر وخطيئة يجب مقاومتها وإزالتها، وتقع هذه المسؤولية أولا على الفلسطينيين. نعم. اللاهوت المسيحي يحمل الفلسطيني مسؤولية إزالة الاحتلال، إزالة هذا الشر، إزالة الشر على الفلسطينيين أنفسهم الواقعين تحت الاحتلال. فالمحبة المسيحية تدعو إلى المقاومة. ما هو موضوع الإدانة اللي موصوفة فيها دوليا لإدانة الفلسطينيين في الهجوم وبدء الهجوم؟ هي مش بداية، هي أن كل عمرهم الفلسطينيين عم بيحاولوا أنهم مثل أنت ما تفضلت، مثل طنجرة الضغط، أنه يتنفسوا من فترة لفترة، لكن التنفيس الأخيرة جاءت أنه بعد هذا الغليان. نعم. في خلال هذه السنوات كلها في غليان، والوثيق وقفة حق تعدد أسباب هذا الغليان. نعم. أو هذا الصراع اللي منها أول المستوطنات إنها بالأراضي. نعم. الفلسطيني اليوم قد يغامر بحياته للوصول إلى شجرة الزيتون. نعم. القريبة من قريته. نعم. كل القرى تقريبا، كل المدن صدرت الأراضي التي من حولها. نعم. وهي أراضي منطقة سي. نعم. فالاستيطان، الجدار الفاصل. نعم. فلسطين مقطعة بالجدار الفاصل. نعم. يعني حتى الواحد يعمل مسافة 10 كيلو بعض مرات يأخذ معه 2 أو 3 ساعات حتى يصل إلى، نعم، مقصده أو إلى عمله. هناك الحرية الدينية أصبحت مهددة للفلسطيني كان مسلما أو مسيحيا للوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ناهيك عن الإهانات وجرح كرامة. نعم. الإنسان.
اللاجئون واقع لا يزال يعاش في فلسطين وخارج فلسطين. وإذا أنت بدك تعرفي غزة، في ناس كثير ناس مشاهدين بفكروا غزة دولة. نعم. حكومة لا، غزة نعم. عبارة عن سجن. نعم. عبارة عن أكبر سجن مفتوح في العالم، مساحته 360 كيلومتر مربع، ويعيش فيه 2.3 مليون، 80% منهم لاجئين من الساحل الفلسطيني ومختلف مدن فلسطين. أبونا، بكل هذا التاريخ اللي محمل بهذا الأسى وبهذا القهر وبهذا الظلم، وما فيش لا تحقيق عدالة ولا مساواة لا في حقوق ولا في أي مكافآت، مش بدي أقول مكافآت، أي حقوق لهذا الشعب المظلوم طول عمره مظلوم. لكن إحنا بنحكي عن الأرض المقدسة واللي هي أرض ديان المسيحية، أرض منبع المسيحية، أرض السيد المسيح، اللي قبر المسيح هناك، مجد القيامة اللي تم هناك. ما دور طبعا في هذا البعد اللاهوتي اللي أنت تفضلت وحكيت فيه إنه الكنيسة الحاضرة المسيحية الحاضرة عبر التاريخ في هذه الأرض ودافعت عن هذه المسيحية كل الشعوب، لكن هل الدور المسيحي في هذا الصراع ما هو الدور؟ يعني كيف وقفت الكنيسة الجامعة أن بقولها الكنيسة الرسولية بكل العالم، كيف وقفت الكنيسة أمام هذا الظلم؟ كيف تنظر له في هذه الوثيقة؟ نعم. وقفة حق. نعم. تعرف الأرض المقدسة بهذه الكلمات: لقد أرسل الله إلى هذه الأرض الآباء والأنبياء والرسل. نعم. يعني هي لكل الثلاث ديانات. نعم، الثلاث ديانات، اليهودية والمسيحية فعلا. والإسلام، يحملون إلى العالم رسالة كونية شاملة. واليوم نحن فيها ثلاث ديانات نعترف: اليهودية والإسلام والمسيحية. وأرضنا هي أرض الله. نعم. هي أرض الله كباقي بلدان العالم، هي مقدسة بحضور الله، ولكن فيها الآن لأنه وحده القدوس والمقدس، فمن واجبنا نحن الساكنين فيها أن نحترم مشيئة الله فيها وأن نحررها من شر الظلم والحرب الذي فيها. نعم. دوري كمسيحي أن أسهم بتحرير الأرض المقدسة من الشر والظلم التي فيها. هي أرض الله، فيجب أن تكون أرض المصالحة والسلام والمحبة. وأنا كمسيحي وكل إنسان مسيحي في الأرض المقدسة وكل إنسان مسلم وكل إنسان يهودي طيب الإرادة ويعرف الله ويتقيه ويحب الله، هو مدعو إلى أن يعمل في الأرض المقدسة من أجل المصالحة والسلام والمحبة. ويقول، تقول الوثيقة، وهذا أمر ممكن بما أن الله وضعنا فيها شعبين، فإنه يمنحنا أيضا المقدرة إن شئنا على أن نعيش معا ونقر فيها العدل والسلام ونجعلها فعلا أرض الله. يقول المزمور: للرب الأرض وما فيها والدنيا وساكنوها. سلام على أرض تعمدت بالدم والروح منذ أن انطلقت رسالة النور والمحبة والسلام من مدينة بيت لحم، حيث كان النور إلى العالم بولادة ملك السلام المسيح له المجد. سلام على أورشليم التي شهدت مسيرة الفداء والخلاص والقيامة، من الشرق جاء النور إلى العالم. أبونا، يعني أركان السلام: الحق، العدل، الحرية. هذه الأقانيم الثلاثة، أي خلل في أحد أركانها يدخل العالم في مأزق. هناك من يحاول شيطنة العالم، يعني كما تفضلت الاحتلال حالة طارئة، الأرض شرعيتها لأصحابها ومن عاشوا بها قرون من الزمن، يعني هذا لن يغير المعادلة، قد يختلف السكان ولكن يبقى الأرض هي الأرض. الأرض خلقت، حملت رسالات سماوية درج عليها الأنبياء. أبونا، ما رأيك يعني بمعطيات صفقة القرن، وهي تقسيم المنطقة الجديد، يعني سنشهد سايكس بيكو جديدة بتغيير الديموغرافيا والجغرافيا للمنطقة العربية، يعني هذا شيء خطر جدا، يعني وهناك يعني من يسعى إلى أن يغير معالم المنطقة العربية بتجاهل
هويتها. يعني أنا كنت أتمنى أن يكون بدل طوفان الأقصى طوفان القدس، طوفان فلسطين، كي لا يتمحور العالم مع محور ديني وإنما محور وجودي وسيادي لشعب فلسطين.